حاجة في منظمتك، بحث أي موضوع في منظمتك حسب ظروفك، عشان خاطر بقى وفقنا بين الاختيارين. إحنا إن شاء الله فيما يتعلق ب مادة المنظمات الدولية، المفروض إن إحنا في المادة دي ندرس النظرية العامة للمنظمات الدولية، سواء فيما يتعلق بمفهوم المنظمة الدولية وتعريفها وأركانها وشروطها، ثم نتكلم بعد كده عن أنواع المنظمات الدولية وشخصية المنظمة الدولية والعضوية في المنظمة الدولية، وبعدين نتكلم بعد كده في تجهيز المنظمة الدولية والموظف الدولي والتراكم في المنظمة وشخصيته وحصاناته في المنظمة الدولية. ما بناخدش كم كبير، لكن على القدر بتاع المحاضرات بناخد الكم اللي نقدر نستوعب بيه الكيان العام في المنظمة. خدوا بالكم ان احنا عندنا في العلاقات الدوليه تطورت تطور رهيب جدا في المجتمع، بحيث انه ما اصبحتش العلاقات الدوليه قاصره على علاقات دول، لا ما بقتش مساله ان دوله بتعمل معاهده مع دوله او دوله بتجرم اتفاقيه مع مجموعه من الدول اعتبرت دي فقط العلاقات الدوليه. لا، العلاقات الدوليه تطورت تطور رهيب جدا، بحيث اصبحت المنظمه الدوليه ضمن اشخاص القانون الدولي شانها شان الدوله. يعني المساله زي ما كان زمان العلاقات الدوليه ناشئه بين الدول فقط، لا، المنظمه الدوليه أصبحت هي الأخرى لها شخصيتها القانونية شأنها شأن الدولة تماما. لو احنا بصينا للعلاقات الدولية من زمان أو من فترات طويلة جدا، نجد إن هذه العلاقات الدولية أول بدايتها كانت سنة 1648. 1648 دي أجريت فيها معاهدة تسمى معاهدة ويستفاليا سنة 1648. المعاهدة دي حسمت 130 سنة من الحروب داخل أوروبا. يعني أوروبا قعدت تحارب مع بعضيها لمدة 130 سنة. اتفاقية أو معاهدة ويستفاليا لسنة 1648 أوقفوا هذه الحرب، حسمت هذه الحرب، جعلت أو حقنت الجناد بين الدول الأوروبية. طب إيه اللي كان خلى الدول الأوروبية تحارب مع بعضيها الفترة الطويلة دي كلها؟ نقطة صغيرة، أن الدين كان مرتبط بالسياسة. يعني ربط الدين بالسياسة هو اللي خلى الدول الأوروبية في حروب دائمة لمدة 130 سنة. ليه؟ لأنه الكنيسة في أوروبا كانت مسيطرة على كل مجريات الأمور في أوروبا. الكنيسة في أوروبا، أنتوا عارفين كده لما كانت الأستانة اللي هي الدولة العثمانية هي اللي بتعين الوالي في مصر، وهي اللي بتعين الوالي في أي دولة من الدول اللي كانت تابعة الدولة العثمانية، يعني كانت دايما الولي يبقى رضاه لمين؟ أو مين ولي نعمته؟ الأستانة اللي هي الدولة العثمانية. نفس الحكاية، أي إمبراطور، أي أمير يتعين في أوروبا كان دايما ولاه لمين؟ الكنيسة. لاحظتم إزاي؟ يبقى الكنيسة كده كانت لها اليد الطولة، لها اليد العليا على طول أوروبا، بحيث هي اللي تقول مين بيتعين ومين ما بيتعينش، وتتدخل بشكل
او في السياسه كل دوله من الدول باسم ايه؟ باسم الدين. بس الله يمسك عشان نخطط واحده واحده كده يعني السنه كده اتفرجت عليه كده او ما اتخيل او ما اقدر مره واحده كده انا خلاص. فبرجع تاني بقول ايه؟ انه كان الكنيسه بتتدخل باسم الرب في الامور السياسيه، يعني اي وضع سياسي لاي امير ما تبصلوش من ناحيه سياسيه، لا تبصلوا من ناحيه ايه؟ دينيه. يعني مثلا امير من الامراء اتجوز واحده وعايز يتجوز الثانيه، تيجي تقول له باسم الرب انه ما ينفعش انك تتجوز اثنين لان الانجيل بيقول وكذا وكذا وكذا، بحيث تدخل الشأن السياسي في الشأن الديني، تمحوره باسلوب ديني، بحيث هو اي امير اي امبراطور ما يقدرش ياخد قرار الا ما يرجع لمين؟ للكنيسه. واضحه ولا مش واضحه؟ Yeah.
اي حته من القاعده بتعمل ايه؟ لان في عدم الفصل ما بين الدين وبين السياسه، لان كله بيبص بالمنظور الفقهي اللي اتعلم عليه، بالمنظور الديني اللي اتعلم عليه، او اللي هو اتعلمه اللي هو فاهم. فالاراء تكون دايما متشدده في معتدله وهكذا تاني. فبالتالي الاراء الفقهيه لما بتبقى اراء بشريه بتبقى مشكله كبيره جدا، لانها بتدين وبتسيس هي مكان الامر. انه جراء ان اوروبا ابتدت تتعاون فيما بينها بانشاء حدود ما بين الدول المختلفه ابتدت نشأة. ابتدت نشأة الدول الاوروبيه وبداوا في وضع قواعد قانونيه تحكم العلاقه اللي بين الدول الاوروبيه. لا تعتدي عليا راس العالم. لك حدود وانا ليا. نعمل معاهدات، نعمل معاهدات. يعني جميع القواعد القانونيه في اصل نشاتها الدوليه هي نشاه اوروبيه مثلا. كل قانون دولي في بدايه نشاته كان نشاته نشاه اوروبيه مسيحيه، يعني بين الدول المسيحيه. يعني لما تدخل دوله اسلاميه ضمن احكام القانون الدولي الا سنه 1856 لما دخلوا الدوله العثمانيه، او دخلت الدوله العثمانيه باعتبارها الدوله الاسلاميه الكبيره اللي كانت موجوده ومسيطره على باقي الدول الاسلاميه، انتهى سنه 1856 اصبحت كنت بصيت للتاريخ ده 1856 هتجد ان الدوله العثمانيه هنا كانت ابتدت تضعف. كانت ابتدت تبقى دوله تزيد الى حد كبير بدليل انها خسرت في الحرب العالميه الاولى سنه 1914 1918. ولما خسرت ابتدوا بقى ايه؟ ياخدوا كل ممتلكات الدوله العثمانيه كلها وتكونت بقى تركيا مش هتكلم دلوقتي بس المفهوم علماني وليس المفهوم ديني او ليس المفهوم سيطره على مستعمرات اخرى زي ما كانت عامله الدوله العثمانيه. انما دي بدايه دخول دوله عثمانيه دوله غير مسيحيه او غير اوروبيه في المجتمع القانوني الدولي العثماني. يعني انا عايز اوصل لحضرتك ايه؟ انه اذا كانت دي بدايه نشاه الدول في علاقات فيما بينها، لكن مفيش شك انه كان لظهور المنظمات الدوليه وبالذات المنظمات الفنيه. يعني ايه المنظمات الفنيه؟ يعني منظمه زي منظمه البريد، منظمه زي منظمه الطيران، منظمه زي منظمه الصحه، دي اسمها منظمات فنيه. دي نشأت قبل نشأة المنظمات السياسيه. لان نشأة المنظمات السياسيه كانت في اعقاب الحرب العالميه الاولى بنشاه منظمه عصر دي اول منظمه سياسيه نشات في المجتمع الدولي بعد الحرب العالميه الاولى مباشره. كانت طبعا المنظمه دي لما نشات كان شيء طبعا منطقي انه اول مره تنشا فيها منظمه سياسيه بتبقى الاخطاء فيها كتير. على سبيل المثال ان الدول اللي انتصرت في الحرب العالميه الاولى دخلت هذه المنظمه باعتبارها دول ايه؟ منتصره. فيبقى بالتالي هتعامل الدول المهزومه معامله المنتصر للمهزوم. ودي مشكله. ما دخلوش على كده بمساواه. هم فهموا ان دول الحلفاء انتصروا على دول المحور في الحرب العالميه الاولى، يبقى لما تخش دول المحور في هذه المنظمه السياسيه تقدر دول الحلفاء تكسب في اي قرار دول المحور بغض النظر عن ارائها وافكارها، ويساعد على انه المنظمه دي تنهار بسرعه. ايضا عدم وجود امريكا في عظمه الامم برضو عمل مشكله، لان دوله زي امريكا لما تبقى تظل معزوله على نفسها وما تخشش في هذه المنظمه، رغم ان ويلسون اللي هو رئيس امريكا هو اللي يفكر في هذه المنظمه السياسيه،
فرغم ان هو يفكر في هذه المنظمه السياسيه ويجي الكونجرس الامريكي يرفض الدخول فيها، فبرضه كان عامل او مؤشر على ان هذه المنظمه سوف تكون الزوال بسرعه. ايضا طرد الدول الكبيره منها، يعني ايطاليا طردت، المانيا طردت، روسيا قدمت اعتذار ومشت، يعني استقرت المنظمه زي ما سموها من سحب من المنظمه. كل ده بتفضل لان هذه المنظمه تثبت وكانت مؤشر للحرب العالميه الثانيه. عشان ابين لكم بس ان المنظمه اللي موجوده دلوقتي على الرغم من الانتقادات الكثيره الموجهه الى منظمه الامم المتحده الى انها من وجهه نظري الشخصيه حامل العالم من الحرب العالميه الثانيه. مش فاهمينها ليه؟ لان في طاوله بنقعد عليها نتناقش، في طاوله في ترابيزه بنقعد نتناقش عليها، نختلف نتفق، لكن المهم ان في حوار في مفاوضات. انما لما تبقى دوله في الشرق ودوله في الغرب مين بتعمل تصريحات مين بتعمل تصريحات لازم تواجه المشاعر. انما لما نقعد قدام بعضينا فيس تو فيس او وجه لوجه كده يقين بتقلل من حده النزاع والصراع بين الدول. يعني انا مش متصور ابدا ان ممكن تكون حرب عالميه او حرب ما بين امريكا وروسيا. رغم حده الشعارات اللي بتطلع ما بين الحين والحين من الدوله دي من رئيس الدوله دي او من رئيس الدوله دي، لكن مش مفتوحه. لان الاراء السياسيه او التصريحات السياسيه ما بتختلفش اصلا. التصريحات السياسيه ما بتختلفش اصلا. اللي بترتب اثار قانونيه دايما القرارات مش التصريحات. دي نبذه مختصره وسريعه عن فكره تطور العلاقات الدوليه ومآل نشاه المنظمات الدوليه اللي انا بعتبر ان النشاه الحقيقيه لها كانت عصبه الامم ثم الامم المتحده عام 1945.